من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبتي الأفاضل، أرحب بكم وأحييكم وبرنامجكم نظرية النص وآيات التنزيل، وأرحب بضيفي العزيز العلامة الأستاذ المتمرس الدكتور محمد كاظم البكاء. حياك الله دكتور. حياك ربي وبارك الله بك. فيكم تحدثنا أيها الأحبة في الحلقة الماضية عن سجود الملائكة لآدم، وفي هذه الحلقة إن شاء الله يحدثنا العلامة الدكتور البكاء عن كيفية سجود الملائكة لآدم، ومن سجد ومن تخلف عن السجود ولما تخلف. كل هذا إن شاء الله يبينه الدكتور البكاء. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في هذا النص عن موضوع خلق الله تعالى للإنسان، نعم، وأنه قد علمه كيفية التسمية، نعم، فصار بهذا العلم مما ينبغي أن يسجد له، نعم، فطلب من الملائكة أن يسجدوا لآدم، نعم، فسجدوا إلا إبليس، نعم. هذه الجملة تسمى جملة استثناء، نعم، وللتقريب يعني تقول جاء القوم، جاء الطلبة إلا زيدا، نعم، جاء القوم إلا واحدا، نعم، يعني نعم. هذا الاستثناء، نعم، نوعان، نعم، هذا المستثنى لدينا، نعم، مستثنى ومستثنى منه. نعم، يعني جاء الطلبة إلا زيدا، نعم، المستثنى زيد، نعم، والمستثنى منه الطلاب، نعم. هل زيد من الطلاب؟ نعم، نعم، فهذا يسمى استثناء متصل، نعم، متصل لأنه جزء منهم، نعم، بعض من كل، من كل، نعم. النحويون لطيفة عندهم في موضوع الاستثناء المنقطع، نعم، حتى يتضح للطالب وضوح كامل، نعم، يقول جاء القوم إلا حمارا، نعم، نعم، حتى نعم، يبين أن الحمار ليس من القوم، ليس من القوم، نعم، يعني نعم، مثالهم، نعم، لطيف، نعم، يعني نعم، كان نعم، هذا عملي، نعم، عملي هذا. فإذا لدينا استثناء متصل واستثناء منقطع، نعم، نعم دكتور. هذا ما يصير يعني يردون واحد صفته حمار، يعني أجل لك الله، لا هو جاء القوم ولا حمار يعني على الحقيقة يردوها هكذا، نعم، يعني، نعم، لا هو يريد حقيقة، يعني معناه أنه حمار وليس من القوم، نعم، 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 فهذا يسمى استثناء منقطع لأنه ليس من جنس، أي نحن نقول مثلا، نعم، وصلت يعني وصل المسافرون إلا أمتعته، لا يعني هي الأمتعة ليست، نعم، من جنس المسافرين، نعم، فلكنه حتى يتوضح، نعم. فإذا فسجد الملائكة إلا إبليس، هذا سؤالنا، نعم. السؤال هل إبليس من الملائكة متصل، نعم، 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 أو منقطع، أو منقطع. إذا، نعم، متصل يعني من الملائكة، نعم، وإذا منقطع ليس من الملائكة، نعم. الذي وجدته في القرآن أنه في آية ثانية، نعم، وهي آية الكهف، فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. جيد، إذن الجن يختلف عن الملائكة، يعني معناه إذن هنا إبليس منقطع أو متصل؟ منقطع، منقطع، لأنه يختلف. ولذلك أشكل بعضهم، نعم، المشكلة هذه بعض الناس يثير شكوك، نعم، يعني ولا يعرف كيف يعني يعالجها أو تقف لديه، نعم، مشاكل عقائدية للأسف الشديد، نعم. يقول حصل تناقض في القرآن، تناقض، نعم، نعم، لأنه مرة يقول فسجد الملائكة إلا إبليس، نعم، ويفهم منه المتصل، متصل منهم من الملائكة، ولما جاء إلى هذه الآية قال من الجن، من الجن، منقطع، معناه صار تناقض، جيد، وهو لا يفهم أنه، نعم، أو لا يدرك يعني مع كامل الاحترام للناس سواء كان أشكل، نعم، أو غير، يعني الذي يشكل ليس يعني، نعم، هذا يعني فهم رجل محترم، هذا، نعم، فهم، هذا فهم، يعني مع كامل الاحترام هو، نعم، يتصور أن هنا قال ملائكة وهناك قال جن، نعم، إذن معناه تناقض، لكن، نعم، فاته، فاته أنه فسجد الملائكة
إلا إبليس هذا استثناء منقصي وليس متصل متصل نعم. والاستثناء المتصل نعم. يعني معناه أنه جن منهم نعم. لأن في الآية الثانية نعم. قال فسجدوا أيضا نفس الحالة نعم. فسجدوا إلا إبليس كان نعم. لاحظوا القرآن كيف يتدارك الأمور نعم. ولدينا أيضا مسألة مهمة في هذا المقام نعم. أن القرآن يجب أن يفهم كاملا والقرآن يجب أن يفهم متكاملا نعم. يعني الرسالة الإسلامية رسالة لا تجزأ كقول الجرجاني كالسبيكة سبيكة ترفعها نعم. مرة واحدة هذا من حيث البلاغة نعم نعم لكن من حيث حتى بالمعنى دكتور حتى, أي حتى نعم. المعنى نعم. لا تستطيع أن يعني تفهم مثلا أحد يشكل يقول تقطعوا أيديهما والسارق والسارقة نعم فاقطعوا أيديهم يعني هاي إذا تجد تطبقها الآن تجد معظمهم يعني قد قطعت يده نعم لا هو لا تقطع يده نعم في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الله اجرأوا الحدود بالشبهات نعم هذا الذي سرق نعم هل هو هل وصلت به الحالة إلى هذا الحد نعم نعم يعني نرجع للأوليات اللي عنده ظروفه أولياته إمكاناته يعني هذا نعم أما مثلا 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 هذا مثلا عن ما هذا طبعا هو يعني بعض الفقراء نعم. لا كل السلاق طبعا نعم. لا أريد أن أفسر نعم. سرقة السارقين نعم بعض الفقراء وفي أموالهم ماذا قال؟ حق السائل حق والمحروم شنو يعني حقه؟ نعم يقول يعني بعضهم يفسر يعني وهو مسؤول عن هذا يقول حق يعني لو جاء يستطيع أن يأخذ من فلان الغني ولا يحرم يأخذ منه يأخذ منه نعم, نعم. لأنه محروم نعم وهذا لديه فضل نعم ما متع غنيا نعم. إلا بما جاء فقير نعم وفي أموالهم حق للسائل الحق يؤخذ إذا درج هذا الله تعالى منح نعم هذا المحروم أنه يأخذ من مال من مال الغير نعم. وهو غير محرم ال فهل وصل بهذا السارق نعم هذا الحد وانقطعت عليه كل السبل نعم فهذا حقيقة هذا لذلك نجد من قال في هذه يعني قال الملائكة فسجدوا إلا إبليس يعني إبليس من الملائكة نعم تدارك الموقف وهو لم يلتفت إلى الآية اللي موجودة في الكهف كان يعني معناه إذن القرآن يؤخذ كاملا نعم. يفسر بعضه في الأحكام نعم. في أحكامه نعم. ولذلك أول منهج بالتفسير نعم. هو منهج تفسير القرآن بالقرآن نعم نعم على حنا عود الأعظم أيضا فسجدوا يعني وكان إبليس من الجن نعم وليس من الجنس الملائكة ماذا قال فسجدوا إلا إبليس ماذا قال نعم إلا أبا إبليس أبى واستكبر أبى امتنع واستكبر وكان من نعم كافرين. وكان من الكافرين نعم الآن نستمر وقلنا يا آدم اسكن يا آدم اسكن أنت وزوجك الآن الجنة جاء إلى بعد أن خلقهم وطلب السجود لهم نعم. وتكريمهم نعم جاء إلى آدم نعم المدوار المعيشة أطوار المعيشة نعم جاء الآن يصف هذا الخلق نعم وقلنا ماذا قلنا وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة هنا وهذا ماذا نعم. يعني فتكونا من الظالمين نعم وهذا ماذا يعني نعم. أن الإنسان عليه أوامر ونواهي نعم نعم يعني يجب له حقوق وعليه واجبات يعني هاي من البداية من هذا الكلام نعم يعني يجب أن يفهم الإنسان الذي خلقه الله تعالى نعم. عليه أوامر نعم. وعليه نواهي حتى ذلك الشخص الذي أمر الملائكة الله تعالى أن يسجدوا له إجلالا نعم. وإكبارا نعم. جعل له قيد وهذا القيد وإن لم يكن كبيرا لا. هذه الشجرة لا, لا تقرب, تقرب هذه الشجرة وحتى بها البساطة هذه نعم, نعم. يعني بعضهم يقول يعني فظل نعم
نعم، فعصى آدم ربه فغوى. عصى، نعم عصى وغوى، نعم. يعني هي شجرة أكل منها، يعني نعم. ماذا يعني قضية نعم. يعني نعم. يعني ولكن كأن لأن الله تعالى أمره. نعم. وكذلك القوم إسرائيل الذي نهاهم عن صيد الأسماك. نعم. ماذا جعلهم؟ خنازير. نعم. مسخهم. مسخهم. نعم. فإذا ماذا يعني من هذا وذاك نفهم أنه طاعة أمر الله طاعة يعني يجب أن تكون بلا حدود. نعم. ويجب أن نتقيد بها حرفيا. طيب. نعم. لماذا يعني بعد ذلك صار آدم يكرم والله كرمه إن نعم. أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. يعني التقوى الميزان. طيب أيضا كان غوى. والغواية كبيرة دكتور. كبيرة. الذي نعم. يعني فسره بعض المفسرين لطيف. نعم. يقول الأخطاء يعني متفاوتة. نعم. يعني رجل عالم كبير مثلا نعم. يعني افرض يوم من الايام شيخ كبير نعم شيخ كبير في زمن رمضان وهي صارت فعلا عليه من لما ياتون الضيوف لما ياتوا ضيوف الى بيتي يعني لا ياخذ اكلا ولا طعاما يعني حتى لا يعني يظهر انه يعني قد رفض الصيام او انه لم يطع الله نعم في الصيام نعم يمتنع نعم قيل أن أحدهم كان يشرب الحليب شيخ كبير فهذا الذي معه قال أرأيت ماذا فعل الرجل لقد فطر في يوم الصيام نعم والنكتة الثانية قال له أتصلون أتصلون أي نعم عادة هو كان يصلي نعم. في الصحن الشريف نعم. جماعة نعم وكان يومئذ الحر شديد نعم فماذا قاله لا 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 قال أرأيت لا يصوم أمامك ولا يصلي باعترافه ولذلك الإنسان يجب أن يحتاط يعني في هذه الأمور فآدم لما خالف من باب الأولوية نعم من باب أمر نعم ولا هو شنو أكل من الشجرة يعني ليش أكل تفاح أكل تفاح نعم يعني المفسرين يقولون هو ترك الأولى ترك نعم. الأولى يعني ترك لا يعني مثلا كان أولى يعني أن لا لا يقرب يعني هذه الشجرة يعني مثلا فرض إنسان محترم نعم تقول له وينك أنت؟ وين مثلا أين أنتم؟ نعم يعني كل واحد يعني حدود نعم فيجب أن يعلم حدوده إن شاء الله تعالى نتحدث ونقف عند رواية آدم نعم صلوات الله عليه ونرى آراء المفسرين حولها إن شاء الله لكن بعد هذا الفاصل أحبتي الأفاضل فاصل ونعود إليكم ابقوا معنا أجدد لكم التحية أيها الأفاضل وأجدد التحية بضيفي العزيز العلامة الأستاذ المتمرس الدكتور محمد كاظم البكاء حياك الله دكتور حياك وبياك بارك الله بك نعم دكتور كنا نتحدث عن سجود الملائكة لآدم وبعد ذلك نعم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث شئتم رغدا مفتوحة لكم ولا تقربا هذه الشجرة هذا نعم. استثناء نعم هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ظالمين. وفي آيات أخر فعصى آدم ربه فغوى نعم. نعم تفضل هي كلمة ظالم حقيقة يجب أن نقف عندها لغويا نعم. ما معنى ظالم نعم أي عمل خارج المألوف ظلم يعني ليس شرط نعم. يعني ما أحيانا صار عندنا ظالم نعم يعني هو الذي يفعل الكبائر نعم يقتل نعم. كذا لا نعم. الظلم يعني أنت الآن عليك يعني عليك أن تشرب الماء مثلا نعم ولم تشرب يعني ظلمت نفسك نعم عليك أن تذهب إلى الطبيب وأنت مريض ولم تذهب تظلم هذا يسمى ظلم نعم الظلم يعني مخالفة الطريق نعم. مخالفة المألوف نعم وش اسمه قال ماذا؟ نعم فتكون من الظالمين هاي أيضا نعم. تبرر لآدم نعم. أنه لم يكن ظالما بهذا المعنى الاجتماعي نعم. المجتمع أحيانا يعطي الأشياء دلالتها حتى خلاف الواقع نعم إلا من ظلم نفسه نعم. حتى في المصحف حتى خلاف الواقع نعم. يعني بالمناسبة يعني أستميح
المشاهدين عذرا وحضراتكم. كلمة حقير الآن لدينا كلمة سيئة جدا. نعم. كلمة حقير باللغة العربية معناها صغير. نعم. سبويه عنده باب من أبواب النحو اسمه باب التحقير. نعم. يعني هو يعني يريد يهين. نعم. وإنما تقليل. نعم. تقليل الشأن. تقليل الشأن. نعم. درهم دريهم. نعم. فلس فلس. تحقير. نعم. الناس الآن كلمة أنتم تحقير يعني قضية كبيرة. نعم. نعم نعم. فإذا معناه المجتمع أحيانا يعطي فوضى يعطي يهول الأمر يعطي للألفاظ يعني حجوز غير يعني نعم مالوف. فوق المألوف فوق على أي حال نعود إلى ما نحن فيه فتكون فأزل لهم الشيطان نعم زلل نعم لطيف تعبير فأخرجهما مما كان وقلنا كذا وقلنا اهبطوا حقيقة بعضهم يقول اهبطوا لمن؟ نعم لآدم وحواء وقيل حتى للشيطان يعني نعم. كلكم كل جميعكم نعم نعم وقلنا اهبطوا منها جميعا اهبطوا هذه نعم يعني معناه أنه كانوا مثل في أين كانوا نعم في الأعلى نعم لأن الهبوط يستوجب الانحدار نعم. والنزول للتسفل وهذا يعني أن الجنة أين سماوية يعني فوق نعم طيب أن لدينا شو اسمه جنة عرضها السماوات والأرض نعم كيف يتلائم هذا وذاك نعم قال بعضهم نعم أن الجنة التي كان فيها آدم غير الجنة التي وعد الله بها المتقين نعم كأنما جنة اختبارية يعني جنة على أي حال بالمعنى الذي لديه نعم نعم يعني غير الجنة اللي جنة الخلد غير الجنة نعم. التي يصفها وهو نعم. أفضل وصف لها لا عين ضأت ولا أذن سمعت نعم. جيد فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو أي نعم ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين إلى حين هنا دكتور مثلا نعم. يمثل لنا الهبوط نعم. والأرض نعم إذن إذا قلنا اهبطوا يعني من ما أحسن ما أبد ما أتصوران من الأرض لأنه يقول إلى الأرض لا بالتأكيد من الجنة التي كانت في السماء إذن سماوية نعم أي نعم. وجنة آدم يعني جنة ليست آدم وليست الجنة التي وعد بها المتقون نعم وهذا الكلام كبير عند المفسرين نعم يعني هل يعني عموما قضيه روايه ادم وهل هي الجنه السماويه أي. ارضيه بعض المفسرين يقول ما يمنع ان يكون هذه الجنه في يعني بكوكب غير هذا الكوكب اللي احنا فيه على اي حال يعني نعم. يذهبون ما نعم. يذهبون الان لدينا نص قراني نعم اهبطوا يعني معنى الجنه كانت اعلى نعم لان هذا انحدار نعم والمستقر في الارض في المستقر في الارض نعم. إلى حين يعني معناه الإنسان ليس خالدا فيها نعم نعم يعني الإنسان لكل أجل وأجل مسمى عنده نعم كل واحد له أجل نعم نعم فبعد ذلك يعني يريد أن يقول أن هذا كيف لما هبط الأرض هل بقي يعني خارج الطاعة نعم نعم, نعم. ماذا قال فتلقى نعم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم وهذا يعني نعم. هذا يعني حقيقة في موضوع آدم كثير من المسائل نعم أولا أنه على الإنسان أوامر نعم يجب أن يلتزم حدود نعم ثم معناه أنه قد يكون خطأ لكن نعم. عليه أيضا هناك توبة نعم نعم هذا باب التعليم بعض نعم. المفسرين يقول هذه القصة هي تعليمية أصلا تعليمية بها يعني الله تعالى يريد يعني. أن يؤدبنا يعلمنا أولا بينا لا تقنطوا من رحمة الله نعم. مهما تكون العقوب عفوا الذنب مهما يكبر ويعظم نعم. هناك باب للتوبة مفتوح أحسن ويأتي بمثال يعني قصة آدم يقول هذه قصة آدم نعم. هي عبارة عن سيناريو نعم. سيناريو يعلم الإنسان أنه مهما كان الذنب عظيم هناك توبة والله تواب رحيم نعم. هي في الحقيقة قصة آدم جيء بها لغرض نعم. بيان عظمة الله تعالى نعم يعني نعم لأنه بالبداية كيف تكفرونه نعم هذا الرأي يكون قريب من رأيكم
نعم قصدي لا نعم. يعني في الأساس نعم هي جيء بها لغرض بيان أنه جواب للكافر نعم. كيف تكفرون بالله نعم نعم ذكر لهم خلق الأرض والسماء نعم. ثم أخذنا آدم نموذجا نعم. هو حقيقة هذا أصل المثال نعم. ولكن استنباطا لا يمنع يعني لا يمنع بين هذا وذاك نعم. لا يمنع أن نفهم منه ما يأتي نعم. أن هناك جنة في الأعلى وهبوط نعم. الأرض نعم. وأن هناك مخالفة نعم. مخالفة نعم. وأن هناك أوامر ونواهي وأن نعم. هناك مخالفة نعم. وأن هناك ماذا توبة على الرغم من المخالفة نعم باب نعم التوبة نعم مفتوح فتلقى نعم آدم من آدم من ربه كلمات حقيقة اختلف بعض العلماء نعم أنه ما هي الكلمات نعم قيلة وقيلة حقيقة منها ما جاء في هذه نعم قالوا ظلمنا في آية ماذا نعم ظلمنا قالوا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من نعم قالوا هذه يعني وقيل غيرها وقيل ممكن الكلمات نفسها اللي الله تعالى علمها الآدم في الآيات نعم السابقة وعلم آدم الأسماء نعم ممكن نفسها ممكن أن تكون نعم على أي حال هذه جعلها القرآن يعني مجملة غير واضحة نعم نعم فتلقى آدم من ربه كلمات نعم هذا التنكير نعم فيه يعني معناه معاني كثيرة نعم يعني عامة يحتمل معه ما قال فتلقى آدم وربه الكلمات نعم كلمات نكرة نعم نعم فتاب عليه نعم إنه هو التواب الرحيم نعم نعم ثم نعم ماذا قال قال تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا نعم فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذه حقيقة في مسألة هنا كررها قل نهبطوا نعم هبطوا وفيها مسألة نعم مهمة جدا نعم فمن تبع هداية نعم أين واحد قد يسأل ما معنى هداية نعم إذن أكو هدى متعدد ووحدة من هذه الهدى هو هدى الله إن هدى الله هو الهدى لا نعم وإنما هدى رجع بها للمصطلح في بداية سورة البقرة هدى ذلك للمتقين. لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب هدى للمتقين لا. لا. وجملة الاعتراضية لا ريب فيه نعم ذلك لا. الكتاب هدى للمتقين إذن الهدى هو الكتاب لاحظ الترابط نعم إذن الهدى هو الكتاب نفسه فمن تبع هداي نعم تعاليمي قوانيني حدودي التي أنزلتها في هذا الدستور نعم أين الهدى؟ نعم. يعني واحد أهلنا فمن نعم. تبع هداي واحد قد يسأل ما يعني ماذا هدى؟ نعم هل له هدى؟ نعم له هدى نعم وقد ذكره في يعني وهذا يعني ترابط القرآن نعم. نعم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين المن للمتقين فمن الله. تبع هداي نعم لاحظ الضبط نعم حتى بالألفاظ نعم حتى يكون الذي ذكرناه أن القرآن وحدة نعم. كاملة نعم. ربما هذا التناسق والتناسب الثالث اللي يربط بين الهدى لا ليس ثالثا بين ليس رابعا ولا ثالثا الآن. وإنما ترابط كلي مستمر نعم يعني. نعم فمن تبع هداي نعم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون نعم والذين ماذا نعم والذين أي كفروا أي وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون كذبوا بآيات نعم كافرون أيضا لها ربط نعم بآيات سابقة أن الذين كفروا لا يؤمنون نعم يعني مسائل حقيقة جملة التسوية نعم نعم يعني هداي راحت على الهدى نعم النص الأول هو كله بالنص الأول كله بالتقسيم الإنسان لا قصدي بالمصطلح نعم النص بالمصطلح الأول نعم نعم المصطلح الأول وهو المؤمنون المتقون والثانية راحت على النص الثاني الكافر نعم وانتهى نعم الكلام إذن تحدث الحق والذين كفروا نعم وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وهنا نعم الخلود دائمي نعم بالتأكيد لا خروج منه وهذا النص نعم
يشير إلى النص السابق في مصطلح الكافرون، أن الذين كفروا سواء عليهم أنذرت أم لا يؤمنون. نعم بارك الله في حين الذي قال هداية ذكر فيها النص الأول وهو المهتدون. وهكذا يتضح لنا هذا الترابط الكامل في القرآن الكريم. أما الكلام الذي بعده فسيطول لأنه يتحدث أو يتكلم على بني إسرائيل. نعم إن شاء الله تعالى نتحدث عنه في الحلقة القابلة إن شاء الله تعالى. نشكر لكم هذا الحضور أستاذنا العزيز وهذا البيان، وشكر موصول لكم أيها الأحبة متابعي فضائية العتبة العلوية المقدسة. بارك الله بكم، ولم يبقى لدينا إلا أن نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله ورعايته.